نروح لموضوع آخر. في محافظة الوادي الجديد وتم الإعلان عن آخر حصر لأعداد النخيل بالمحافظة، واللي بلغت 3,800,000 نخلة. ده بسبب التوسع في زراعة النخيل بعد نجاح مبادرة زراعة النخيل الرئاسية في تحقيق طفرة في أعداد النخيل، ومن المستهدف أيضا في ديسمبر المقبل الوصول ل 4 مليون نخلة. معنا دلوقتي على الهاتف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عشان تعرف منه على تفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على أهل مصر الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. وحضرتك بصحه وسعاده يا فندم. في السريع كده، لو تقول لنا ازاي قدرنا نوصل الى هذا العدد من النخيل؟ ده رقم كبير ما شاء الله، يعني 3,800,000 نخله. لا ده احنا يعني اخر تعداد 3,998,878، يعني ان شاء الله قربنا على ال 4 مليون نخله. طبعا كان في اعلان لمبادره رئاسيه فخامه السيد رئيس الجمهوريه، كان عندنا حوالي 2.5 مليون نخله، واعلنها في 12/1/2019 ان احنا نزرع 2.5 مليون نخله اخرى عشان نكمل ال 5 مليون. وكانت توجيهات لمعالي السيد اللواء الدكتور محافظ الوادي الجديد، وبدأ في إطلاق المبادرة، وتم توزيع، يعني تم تخصيص مساحات حوالي 85,000 فدان بأسعار. كان المبادرة 1,000 جنيه للفدان اللي هيزرع نخيل طبقا للمبادرة، والحمد لله تم زراعة مساحة حوالي، يعني عايز أقول لحضرتك، في حدود 40,000 فدان على أرض الواقع. الحمد لله. طبعا 2019 كانت المبادرة، جينا حصل حظر في 2020، يعني الحمد لله بدأنا ينتظم عملية الزراعة اعتبارا من نهاية 2020، والحمد لله تم زيادة المساحة من حوالي 26,000 فدان كانت في 2019 الى حوالي 52,350 فدان. طبعا كان فيه زراعات، وطبعا زي ما عارف حضرتك بتبدا الزراعه في مارس من كل عام وتنتهي في نوفمبر من نفس العام. دي المساحه او دي الفتره اللي ممكن نزرع فيها مساحات النخيل. احنا زدنا حوالي في المبادره ديت مليون و500 فدان تقريبا. نعم. او قربنا على 1,500,000 فدان، وان شاء الله بامر الله تعالى نعشم ان شاء الله بنهايه عام 2025 سيتم زراعه ال 2.5 مليون نخله باذن الله يا فندم. يعني احنا بنشكرك جزيل الشكر، والحقيقه مجهود كبير جدا، وبكل تاكيد هيكون لي مردود كبير على المزارعين في الوادي الجديد. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجد المرسي، وكيل وزاره الزراعه الوادي الجديد.